بفاشينيستا اليوم فساتين اعراس ورولا جايه بلوك جديد كمان. بونجور. هاي كاتيا. في اشياء اوقات هيك صغيره بنغيرها بتعمل كل الفرق، بتضوي كل شيء. هو الشعر. ايه الشعر اساس الشكل كاتيا. مضويه بس الكونتور تبع وجهي، كله عم بيقول لي شو مغير فيكي وانت وحده منهم. ايه مأثر. بس كونتور كونتور وجهي عملته شوي فاتح، هلا بلشنا نفوت بمود اصلا سبرينج سبرينج سمر. ذاتس واي لازم الواحد اول شغله لازم يعملها الشعر كثير مهم ينلعب فيه شوي، خاصه انه فينا نفتح شوي. اذا ما بدك على الراسين فينا من تحت كمان. بس هيدي شغلة صغيرة غيرت. مضوية اليوم انت بالجولد. ميرسي. الجولد كاتيا من الالوان يلي عم بتفوت بفساتين العرس، عم نشوف اكيد في فستان جولد اللي صعب على بباريس فاشن ويك باخر ديفيلي له، كان فستان العروس جولد. كله سوا جولد، سو الجولد من الالوان يلي فينا فيها تفوت بفستان العرس. يعني كثير في ناس بتسالنا كاتيا، بتسالني خاصه لإلي انه ضروري يكون ابيض، انا بحب الابيض، ابيض او اوف وايت، بس كمان ما بيمنع يكون في دخل له دوري او مثلا اوقات بيمرق خيط ذهب. ما هي يعني اوقات خيط، هلا حنشوف فستان من فساتين زيناكاش كمان مدخل لهم فيه ذهبي، يعني مودة فساتين الأعراس تغيرت كثير من أيامات قلب لهلا. عم نشوف حتى عم نشوف في ألوان، في ناس بتدخل روز، في ناس بتدخل أحمر، يعني في حسب كل عروس كاتيا. أهم شيء تطلع مثل ما هي حابة تطلع، حسب الكاركتر. بدنا نحكي شوي فستان العرس بده يكون حسب كاركتر كل شخص وحسب البادي شيب تبع كل شخص. يعني فستان العرس تبع هيدي البنت ما ضروري يكون بيلبق لك او بيلبق لي او بيلبق لحدا، بده يكون كل واحد حسب البادي شيب تبعته وحسب كاركتر، وهيدي اهم شيء. هيدول لوبي ابا يعني بال كيف العروس لازم تطلع. اللي بيكمل فستان العرس هو الشوز والشعر والميك اب، يعني بده يكون توتال لوك، ما يكون في شيء منقص من الثاني، لانه ليترلي شغله وحده غلط بتنزع كل اللوك. صحيح. بنرجع كمان بنقول العرس الكنسي، بس عم بحكي شغله، عرس الكنسي حلو الاحتشام بعرس الكنسي، بالعشاء فينا نروح اكستريم، يعني في بوليرويات بتنشلح، في كل تنوره بتنشلح، يعني فينا بالسهره تكون العروس هيك مرتاحة أكتر، ترقص وتنطنت بطريقتها، بس دايماً بالكنيسة في احتشام. هيدي بليز حلو الاحتشام، حلو الفستان الديسنت الكلاس، خاصة إذا واقفين على المسبح. أكيد عم بحكي عن عرس الكنسة لأنه بعرس كتب الكتاب دايماً بده يكون في تيار بده يلبس، وأكيد بالعشاء كمان فيها العروس تلبس شو ما بدها. اوكي هيدول اهم شيء نحكي فيهم. ننقل للفساتين اعراس. اليوم عندنا 6 فساتين اعراس، هون عم نعطي فكره شو دارج، شو فيها العروس تلبس هيدي السنه بالصيفيه كفستان عرس. لكل عروس بعد مش عارفه حالها شو بدها تلبس او ضايعه شو بدها تلبس والستيل مش عارفه شو بيلبق لها او ما شو بيلبق لها، هون 6 فساتين اعراس حفرجيكم اياهم تقريبا فيها كل عروس تستوحي منهم واخذ النهار وتشوف شو بيلبق لها. اوكي يلا ليتس ستارت. اول فستان يلا اكيد حنشوف اكيد اول فستان. هيدا الفستان كاتيا عم نشوف الكات تبعته اي لاين، اي لاين يعني بتجي بيفتح من الارداف، يعني من الخصر بيفتح، مش البرنسس كات. البرنسس كات بيجي مثل ايامات البرنسسات قبل، يعني بيجي ثالث وبيفتح كله سوا. بيفتح كله سوا. هيدا اي كات وان شولدر، عم نشوف على الصدر كيف هيك من وان شولدر عنده مثل بروتيل عريض والثاني ما في شيء. من جوا كاتيا هيدا دو بياس، دو بياس بتشوف الفستان التحت اوكي النازل هو اكيد كله تول من فوق لتحت، والتنوره ريموفبل. هيدي التنوره من فوق تاني؟ لا هيدي دو بياس الفستان، الفستان من فوق لتحت هو فستان، هيدي الطالعه منها اللي عم بتشوفي أوكي. هيدي الحركه هيدي تنوره، حيبين اكثر من ورا بس تنشوفه من ورا اكثر
بتاني صورة بتاني صورة. هيدا هيدي ليكي شو حلو الحركة، حلو على الظهر، هو حلو كتير الحركة تكون على الظهر لأنه العروس عادة بيكون ظهرها بنشوفها من ورا لكل العالم. حلو كتير هيدا الفستان وهيدا الظهر بالذات. شفت التنورة مع البابيون هيدي بتنشال وبتنحط، هيدا ساعتها كمان فينا نلبسها نستفيد منها التنورة على غير مناسبات مع شوميز مثل ما أنا كنت لبسته من نهار الأحد. okay. حبيت أطلع بهيك لوك مع شوميز الجينز. سو التنورة بنستفيد منها لغير شيء، وهيك الـ 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 العروس بتغير بين الكنيسة وبعدين بترجع بتلبس هذا، أو بس عاملة سهرة فيها تفوت بكل الفستان هيك مثل ما هو، وبنص السهرة بتشلح الجيب بيبقى الفستان مثل ما هو. سو هيدا أول فستان وبنشوفه كله عليه أبليك، كله هيك اللي عليه التور بروديه كله عليه ابليك بال عم اه عم نقلنا على ثاني صوره. ثاني صوره بنشوف النوع القماشه كلها بروكار هون هون. ايه هون كاتي عم نشوف كمان فستان ريموفبل سكيرت، ريموفبل سكيرت كمان بس الحلو هيدا الحلو فيه كله اوف شولدر، ما في ابدا شيء لا سترابلس ولا شيء، كله كمان بيجي ضيق وريموفبل سكيرت فيك تشيليها فيك تحطيها، بس هيدا بتحسيه لانه نوع القماشه بروكار عاطيه اثقل هيك بتحسي هيك ستيف اكثر الفستان. خلينا نبرم نشوفه من ورا ليكي كاتيا الحركة من ورا بتحسي كأنه بيجي على ميرميد من تحت. الميرميد كتير بدنا نقول شغلة على الميرميد ستايل أنه مش لمين ما كان بيلبق الميرميد دريس، لأنه حدا بده يكون جسمه حلو، بده تكون طويلة طويلة لأنه بده يكون في مدى، لأنه بده يجي ضيق بيفتح من تحت الميرميد، بده يكون حدا جسمه حلو، بده يكون حدا طويل. أكيد مع تخطيط التنورة وقتها بيكون في دوبياس يعني التنورة فوقه فيها الوحدة هيك، إذا حبت كثير الفستان ينعمل ستيلو التنورة بتخبط فوقية ساعتها. أوكي، والحلو بهذا الفستان كمان شفنا ظهره الفي لتحت كثير كمان بيجي لآخر الظهر. بننقل لهيدا الفستان كاتيا، هيدا الفستان يلي هو كمان تول كمان كله تول دريس كله عليه ابليكيت. اذا بتشوفي الفستان بتشوفي القماش قد ايه بيغير بكاركتير العروس. مزبوط، شفتي ليه شفتي شو بنقول؟ يعني تخيليني انا لابسه هيك فستان ما بيلبق لي كله فلاورز وهيك منه كاركتير. ثانك يو. هيدي العروس هون بدها تكون كثير سنسويال، كثير هيك لايت عروس، عرفتي إيه كيف هيك يعني بالشعر ال هيك بعد شوي بيلحق هيك بعضه، كله بيلحق بعضه. ليكي هالفستان قد ايه حلو، شوفي الكت من فوق على الصدر قد ايه هيك هالحركه من ميله اطول من ميله، كله هون اذا بدنا نشوف شغله الفلاورز كله قبين بنحسهم قبين من الفستان، بياخد العقل الفستان. وعبالي فرجيكي كمان نشوف لمحة منه من ورا هيك كيف عم يجي على كورسيه، يعني بيشد من فوق وبينزل هيك كمان من تحت. هيدا الفستان بيلبق لكل انواع الجسم لانه ما فيه شيء يعني ما فيه بيفتح هيك كاي لاين، هيدا الفستان كل شيء اي لاين بيلبق لكل انواع الجسم لانه بتخبي كل شيء. هون العروس بدها تكون هيك كثير ناعمه كثير كوكيت لتقدر تلبس هيك فستان. بالفوتوشوت شفنا كل الشعر مرفوع، انا بحب الشعر المرفوع خاصه اذا عم نحكي كنيسه بالسهره فينا نفلت هيك حلو كمان عروس تفوت شعرها مرفوع. منشوف رابع فستان كمان كاتيا، هيدا الفستان كمان اي لاين دريس. منشوف هون كانه هالفستان كانه فستانين مع انه هو فستان واحد، بتشوفيه كانه يعني عطينا الوجن اكزاكتلي عاطي الوجن فستانين مع انه هو بيجي كات ستريت كات ومنه في التنوره الواسعه. كمان بتشوفي هيك الفلور كيف كله هيك ابليكيت عليه للفستان. وهون كاتيا بنشوف الخيط الدوري بالفستان مدخل له دوري بالتطريز، هون بالتطريز بيوتيفل دريس. كمان بدي فرجيكم شوفوا على الاكتفات كيف، وليكي من ورا حركه الفستان من ورا كيف جاي على الظهر، مش معقوله قد ايه حلو هالفستان قد ايه كلاسي، ونازل الكمام هيك على الاكتفات من تحت بيوتيفل دريس. كمان هيدا الفستان فيها تلبسه
بيروح لكذا بادي شيبس هون. عم نشوف هون البساطين كلها طويله. بدي احكي شوي على الشوز. الشوز عاده خليه دائما يتنقى شوز بتريح كثير. انا بحب الاسكاربان، بحس الاسكاربان خاصه بفستان طويل بيريح وكلاسي يعني. واذا بين شيء منه بيطلع يعني، اذا بين شيء من الشوز بيطلع كثير حلو. انليس الفستان عنده حركه من قدام قصير طويل، فيها تلبس ساندلز يعني. فينا نروح ساندلز ولا بينعمل فيه يعني، في شوزات بتنعمل خصوصي مع الفستان يعني. بتاخذ الست العروس الفستان شقفه منه عند الـ عند الـ على المحل، خاصه المحلات في كثير كذا محل بيعملوا توصايه لل اوكي. ننتقل للفستان الخامس يلي هو كمان الفستان كلاسيك. هيدا الكلاسيك اللي عليه هون عم نشوف شوي ايه اوكي. هالسنه دارج كثير الاطوال، شفنا صرنا من سنه الماضيه وهالسنه كثير دارج الاطوالات. هيدا الفستان عليه كله ستارز من فوق لتحت ستارز. الحلو فيه كثير هيدا الفستان كمان انه اي لاين، كان نحكي الكت تبعته اي لاين. حلو كثير انه كمان الوجن كانه فستانين، بتشوف الضيق من تحت وجاي التنوره منه فيه هيك من ورا قد حلو. رويال رويال حلو كثير لكل حدا صدره عندها صدر حلو يلبس بروتيل، البروتيل العريض هيك تيشقل. هيدي كثير مهمه نعرفها. بعرف انه في كثير ناس تحب تلبس سترابلس، بس اللي عندها صدر حلو يكون في سترابلس كبار هيك بسترابس بي سترابس بيهدوا حتى يعمل شقله. والحلو كثير انه الفي من ورا الفستان عاطي بعقد. هيدا رويال شوي هيدا الفستان من طريقه القماشه ومن طريقه هالستارز عليه عاطي كثير رويال. ننتقل لاخر فستان يلي هو المستعملين هون الاورغانزا، القماش الاورغانزا. هون الفستان فيري سمبل، فيري سمبل من ناحيه الكات ومن ناحيه هيك بتحسي جايه بيهدل من فوق لتحت شوي اي لاين يعني، بس اكثر على ستريت لكل حدا ما بتحب الفتحه من تحت. كثير حلو هذا الفستان. الاحلى فيه انه البوست تبعته من فوق ترانسبيرنت. وقت بنحكي ترانسبيرنت كاتيا اكيد بيكون على الصدر مبطن اكيد مسكر. بيوتيفل دريس، فيري سمبل دريس يت سوفيستيكي، لانه الاورغانزا لحالها القماش بتعطي تقل كثير، والكات من فوق كمان الترانسبيرنت من فوق كمان عاطي التاتش تبعته. حابه اشوفه بس نفرجيه شوي من ورا للفستان رنا اذا فينا. ليكي شو حلو من ورا كاتيا، بيوتيفل دريس القصه على على الظهر هي عاطي كمان هيك عاطي هيك شوي حلو. الفي بيعطي الفي بيعطي حلو، بس انتبهوا الفي في نوعين في، الفي اللي كثير مفتوح على الظهر ما بده يكون فيه لاف هاندلز طالعه، هيدي كثير مهمه. بعرف كل حدا اوقات بحب يلبس شيء شوي مثلا ما بيلبسه عاده، ما بيلبسه عاده، بس انه بدنا ننتبه شغله. الفي الظهر بده يكون حلو، ساعتها اذا في شويه ديفويت بالظهر بتتعلى الفي نعم. يعني في كذا دوغري في يعني، ما ضروري يكون. اهم شيء نرجع منكرر شوي، بدي اقول ميرسي لزينه كاش اللي هي عطتني الصور وهيك لمحه سريعه عن شو العروس فيها تلبس هيدي الصيفيه. شفنا كل الفساتين بالابيض، بس اكيد في اوف وايد، في مثل ما قلنا بيتدخلوا بالخيطان ذهبي او ذهبي سيلفر او ذهبي بيور، فينا نعمله من فوق لتحت ذهبي. ذن اجين كاتيا بحب عيد شغله، فستان العرس حلو بعد 10 سنين وقت تتفرجي على صورك او بعد 15 سنه تكوني بعدك حبيبتي يعني، تقولي مثلا هيدا الفستان برجع بلبسه هيدي السنه، هيدا كثير حلو. That's why أنا بالنسبة لإلي كخبيرة موضة لبسوا فستان العرس يعني حلو يكون هيك عنده تويست وعنده شعطة ويكون out of the box وحلو، بس خلينا شوي بالكلاسيك مع a bit of twist. عرفتي كيف يعني؟ يكون فستان العروس الكلاسيك بس
يكون فيه وشعطة يعني، ما تحسبي ينشغل على بدك تزيدي شيء على الشولدر، تشيلي شيء، ينحط وردة، ما بعرف يعني التويست يكون موجود، بس انه خلينا شوي بالكلاسيك عشان هيك اذا مناسب لشخصيتك يعني ما رح تتغير كليا مع الوقت، رح تضل مزبوط هي هي، فمهم انه تضلك تشوفي حالك بي هيدي هي. وحلو بدي اقول شغله كمان، هلا كمان عم نشوف في ساتين اعراس كمان دو بياس يلي هي التنوره مع الكروب توب من فوق كمان فينا هيك، ساعتها بنقدر نلبس الفستان فينا نعوزه لبعدين نلبس مع التنوره شيء، الكروب توب ينلبس شيء ثاني. برجع بدي ركز على شغله كثير مهمه، الشعر والميك اب بده يروحوا مع شخصيه العروس ومع الفستان شو بيلبق للفستان. هلا كل الفساتين هون شفناهم لانه صيفيات كله مفتوح على يعني الشولدر كله مبين، حلو الاثنين رفع الشعر وفينا بعدين نرجع نفلت الشعر. وبذات الوقت بدي اقول للكل عقبالكم، عقبال العايزين، عقبال يلي طالع عقباله يتجوز، انا دايما بقول فرحتك وفرحتك وفرحتك وفرحتك، عقبال كل حدا طالع عقباله يتجوز، كل شيء بوقته حلو. بهيك ان شاء الله تكون كل الدنيا افراح و حلو تكون كلك. ثانك يو رولا. ثانك يو رولا. اكيد بانتظار دائما جديد وبناخذ كثير افكار حلوه منا فاشينيستا. ثانك يو. وعن جد لما واحد بيطبق كم شغله بتكون مناسبته عن جد بيلاقي فرق وتغيير. وقفي هلا ومنتابع مع سانتي.